عليكم بنات، كي داير لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احوال جيده. مهم بالزربه بالزربه، سمحوا لي كاش كنزرب في الهضره ديالي. حاولت ندير لا فيديو ديال الخياطه في نفس النهار اللي كنت خدمت معكم الدرس ديال الفصاله ديال هاد الموديل. راه نخليه ضروري في الصوره في الاول ديال لا فيديو باش تعرفوني علاش داويه. المهم اللي بغيت نقول لكم انني نسيت في الدرس ديال الفصاله ما فصلتش معكم هاد الرابات ديال لي مونش اللي كيكونوا هنايا، اللي كيكونوا في هذيك الثنيه اللي كتجي فيهم هذيك الصديفه. المهم كتفصلوا اربعه الطروفه يكونوا مقادين باش كل جوج كتخدموهم مع بعضياتهم. غنوريكم طريقه الخياطه ديالهم. كيكون فيهم في الطول ديالهم 20 سنتيم اولا 19، المهم ما بين 19 و 20 سنتيم، وفي العرض ديالهم 7 سنتيم. هذا هو التوضيح اللي بغيت نوضح لكم قبل ما نبداو الدرس. وغنخدم معكم الحوايج اللي اساسيين في الموديل، غير هذيك القطعه والقطعات كيفاش نخدموهم بلاصه الصدف، الكول، لي مونش هما كيفاش الثانيه. غير ما غاديش نمونطيها معكم كامله وصافي، غير على حساب ضيق الوقت. المهم غنخدم معكم الاساسيات اللي في الموديل اللي خصكم تفهموهم ان شاء الله باذن الله. مهم ما نحتاجش نوصيكم على البارطاج ديال لا فيديو ولي جيم ان شاء الله باذن الله، وتبعي لا فيديو حتى الاخر. نتمنى نكون عند حسن الظن ان شاء الله باذن الله. تبعي لا فيديو حتى الاخر. البنات غنبداو على بركه الله. اول حاجه غنخدم معكم الدوبه. هاد الطريقه ديال البليت راه فين تخدمت معكم، المهم غير تبعوا معايا. ديال القطعه الفوقانيه نتوما كتشوفوا هذا هو الفوق ديال الدوبه، هي ديك التكبيره اللي كنزلنا. كنحطو الوجه على الوجه، بعدين نخيطو القطعة الفوقانية مع القطعة التحتانية. هانتوما هاديك هي الزيادة اللي كتكون زايدة، هاهي خليتها في الجنب. هاكا صافي كنبداو. هدا هو بلاصة الصدف، هاهي 6 سنتيم. غي أنا نقول لكم فين غادي ديرو لي بالضبط. المهم كنبداو لاغيطمون، خاصنا نجيو تقريبا بالنص وغنبداو نديرو البليات. البليات غندير لهم غير بحال هكا كيفما كنخدم، ما كاين لا العبارات لا والو. المهم عيني ميزاني، ولكن خاصهم يجيو مقادين. ملي غتبغي تخدمي الدوفا الثانيه غادي تحطيها على باش تشوفي فين غادي ديري البليات بالضبط. بغيتي تراسي كتعبري النص وكتراسي بالطباشير بحال ما هكا باش كتبداي البليات ديالك. المهم البنات غنبداو عبر الصباط. هذا هو النص تقريبا، ها هو النص ديال الدوفه التحتانيه. غنشد حركه بصبعي وغندير هكا، شفتوا؟ هذه هي الثانيه الاولى. هيا هنا غندير غير جوج بليات، ما غنديرش ثلاثه. كنشوفوا على حسب شحال غتجيني من البليه باش كيتقادوا لي الدوفه الاولى مع الثانيه. صافي غنديرو لاغيط. شتو البنات هاكا كيفاش كتجي؟ هاهي البلاصة ديال الصدفة ديك 6 سنتيم، وهنايا لي بليها هما جوج بليات. بغيتي تزيدي خياطة هنايا من فوق من هاد الدوفة الفوقانية كتزيديها، بغيتي ما محتاجاش بلاش. بخصوص الا كنتي كتخدمي بخيط اللي ماشي في نفس اللون، حيت دابا ولينا كنلقاو مشكله في الخيط، ما كتلقايش كاع اللوان ديال التواب ضروري، ما كاينش كوانتيتي كثيره ديال اللوان. الا كنتي ما خدامش، دابا انا خدامه بنفس اللون بعيد عليه واحد شويه، ماشي بزاف، واحد شويه كيبان فيه. كنفضل انني ما نعاودش الخياطه هنا، نخليها غير هكا. ملي غتصلح راه غادي تهبط بحال هكا، كتجي مزيانه. شتو صافي، هادي الدوفه الاولى. غادي نخدم معكم حتى بلاصه الصدف، وغادي نحبس لا فيديو نكمل ندير نخدم الدوفه الثانيه باش نخدم معكم الظهر. المهم هاد البلاصه ديال الصدف كتكون فيها 6 سنتيم، كنتنيو الثانيه الاولى بحال هكا، وكنتني الثانيه واحده اخرى بحال هكا. صافي وكنخيط. كندير شعري دابا بزاف، متعجبنيش انا هاديك بخصوص في التواب هكا اللي الكريب والتواب اللي لقاك، مكنديرش هاديك بلاصة الصدف عريضة، حيت كيكون صديفات غير صغار متكونوش كبار، مكتجيش زوينة فيهم. لا تتقطع ليا الخيط، غنحبس.
الناس كنتابعوا لهاد لهاد الخياطه اللي خيطوا في الاول باش تجي بحال ما هكا باش ما تجيش هكا تعوج لينا البلاصه ديال الصدر اصلا باش تبقى مسرحه. غدا بنفس العبار حتى لتحت مات اللي كيبغيو يشدو بالفنيت تقدر تشدي بالفنيت كامله حتى لتحت اللي باقا ما متمكناش مزيان بالماكينه تشدها بالفنيت وعاش تخيط باش تبقى مرتاحه. شتو هذا هو البلاصه ديال الصدف ها هي خيطناها خيطت معكم القطعه وخيطت معكم بلاصه الصدف ها هي القطعه راه كتجي مقاده مفينيا فهادوك جوج بليات كيجيو زوينين صافي ها هي بلاصه الصدف ما كاينلاش نعاودو ديك الخياطه في الجلد كيكون الثوب طايح بحال هكا ما كاينلاش تعاودي الخياطه بغيتي تعاودي كتقدري تعاودي ولكن انا كنفضل من الاحسن بلاش صافي غنخدم الدوفه الثانيه وغنصور معكم دابا القطعه ديال الظهر باش نصور معكم حسن الكميم والكول كيف ما قلت لكم في الاول بدات هذيك القطعه ديال الظهر اللي كنديروا فيها بليكرو هذا هو الطرف الفوقاني ها هو انتوما كنشدوه كنطوعوا عليه جوج باش نشدوا العبار ديال الفليه اللي كتجي في الظهر كنطوعوا عليه جوج كنجيو القطعه ديال الجهه التحتانيه حتى هي كنطوع على جوج هكا هانتوما باش كنشوفو العبار شحال غادي ناخد فيه كنحطوه بهاد الطريقه شتو يعني انا هنا خصني نخيط هنايا هنا الناس كنخيطو على الظهر ديال الثوب كنخيطو في الظهر ديال الثوب باش جينا بلي كرو ملي كنبغيو ديك البليه الاخرى اللي كتجي هكا طالعه اللي خدمت معكم في موديلات اخرين كنخدمو على جوج دابا غنخدمو على الظهر نخيط هنايا غنهبط واحد 3 سنتيم ديال الخياطه يلا غنمو البنات كما قلت لكم كنهبطو تقريبا واحد 3 سنتيم حتى 4 سنتيم ديال الخياطه وكديري لاغيطمو مزيان باش ما تحلش لك هذيك البليه الا ما درتيش لاغيطمو مزيان ما خيطتهاش مزيان راه كتحل بعد التحراك ديال الظهر راه كتحل. المهم انا ملي خيطنا بحال هكا كنجيو كنشدو هذيك البليه ها هي كنحلوها بحال هكا كنحلوها بحال هكا وكنخيطو حنا ديما خدامين على الظهر ديال الثوب كنخيطو بحال هكا غنقلب لكم الوجه غتشوف البنات ها هي البليكرو ديالنا شوف كيفاش كتجي ها هي دابا غنخيط معاها القطعه الفوقانيه كل مره كيتقطع لي الخيط ما عرفتش علاش هادشي علاش كنقول لكم نخدم معكم غير كيجي الخياطه كتشد الوقت بزاف ومع التصوير كنبقى كل مره نحبس. المهم صافي غنخيط دابا الجهه الفوقانيه صافي كنحط هاد
دابا عادي راه كتجيني قد قد حيت خدينا العبار في الاول. ما نخيطهم مع بعضياتهم بهذه الطريقه. البنات هكا كيفاش كيجيو الظهر خيط راه مسرحهم هكا هانتوما ناض صلاح راه كتزيد طيح وكتجي زوينه. هذا هو الظهر ديالها كيجي زوين. دابا غنخدم معكم الكميم وريكم هذيك الفينيسيو كيفاش كتجي ديال هذيك الثنيه. ها هو الكم ديالي كنجيو لراس الكم كنجيو لراس الكم توب على الوجه ديالو. تبعوا معايا مزيان على الوجه ديالو كنتني راس لكم هكا بحال غنفيني على الوجه ديالو كنتني بحال هكا. هذا هو الظهر شفتوا هذا هو الوجه كنتني الدوره الاولى الدوره الثانيه بحال باش يولي عندي الظهر ديال توب توا مفيني فهمتوني. هادي ديال الكميم غتنفعكم بزاف تخدموا بها بزاف ديال الموديلات حتى اللي كيكونوا من التحت بلون والفوق بلون كتخدموا بها الطريقه كتجي كوفيني زوين باش كتني لكم مونتيه ما كيبان لك الخياطه لا والو في الجن ديال راس الكم. هانتوما دابا فينينا لي مونش ديالنا. هذا هو الوجه هذا هو الظهر. شنو كنديروا دابا غنطويو توب هاكا نضربكم بحال هكا غنخيط هنا. هذا هو الوجه ديالكم كنعاود ناكد لكم غنخيط هنا شحال غنخيط غنخيط هذوك العبار اللي زدنا عقلتو شحال كنا زدنا 8 سنتيم غنخيط من هنا لهنايا 8 سنتيم هو اللي غتتنا فيه الكم ديالي. كنوصل هذيك 8 سنتيم كندير لاغيط ملي كنديرو لاغيطمون كنكرانيو هاديك البلايص. علاش كنكرانيوها؟ دابا هدا هو الوجه البنات ديالكم ديالنا كنكرانيوها وكنقلبو المونش بحال هكا. دابا هدا هو الداخل ديال المونش هو ولا عندنا مفيني هداك راسلكم ولا مفيني مزيان. غنخيطو الكم ديالنا انا وخا باقا ما مونطيتوش مع البياسة غنخيطو معاكم غير باش نوريكم وريكم كيفاش كيجي لكم. غنخيط غير شويه وغنحبس حتى نمونطي مع البياس. دابا البنات هذا هو الكم ديالي ها هو شفتو هنايا غيبان لكم هنا كاينه الخياطه باش ندور لكم بحال هكا. ملي غدور لكم غيبقى لكم في ها هو فيني مكتبه الخياطه لا حتى شي حاجه. اشنو غتجي ديري هنايا في راس الكم ملي غادي تمونطي البياسه وتسالي غتجي لهنا غتحلي هاد الخياطه بحال هكا هاد البليصه وغديري هكا وغديري لاغيطمون غديري لاغيطمون هنا غير واحد شويه غديري لاغيطمون هنا غير باش ما يعاودش يطيح لك الكم باش ما يطيحش الكم وباش ما تبانش ديك الخياطه الدخلانيه. صافي غديري لاغيطمون هنايا ودابا غنوريك هذيك الرابه اللي كتكون هنا كيفاش غادي تخيطيها. كتشدي ها هما دوك الاربع طروف اللي قلت لكم قطعوهم قطعوهم قاعدين مع بعضياتهم. كتحط الوجه على الوجه جاتني وحده اكبر من وحده غنقادها غنقطع والو من لا فيديو كيف ما هو غنحطو. تابعوا معايا البنات مزيان هاد الطريقه صدموها بزاف لي شوميز ولا كسيوات حتى هما بغيتو ديرو لي مونج ديالهم بحال هكا غيجيوكم زوينين. كتحطو الوجه على الوجه وكتخيطو بحال هكا. صافي ها
شنو غنديروا دابا غنقلبوها. شفتوا انا ما خيطتش جهه واحده، خليتها محلوله وخيط دورتها كامله بالخياطه، خليت جهه واحده محلوله من تحت هاي باش نقلب الرابط ديالي بهذه الطريقه. غنحطها بالمقص وغنقلبها. من الاحسن تكراني هذوك القنيتات، انا نسيت ما كرانيتهمش. المهم ها هي الرابط ديالي، غنعاودها بالخياطه في الجنيبات كاملين، غنضربها بالخياطه ونخرج هذوك الرويسات باش ما يبقاوش داخلين. صافي انا خرجتهم، غنعاودها بالخياطه في الجناب ديالها كاملين باش كتفينا ليا مزيان. باش كتجي فينيا كتخدميهم بجوجهم بنفس القياس، علاش قلت لكم قطعوا اربع طروفه، كل جوج كتخدموهم مع بعضياتهم. او ها هي الرابط ديالي دابا تخدمات مزيانه. دابا كيفاش غنلصقوها في الكم اللي خدمناه؟ ها هو الكم اللي خدمناه، شفتوا هذه الثانيه ديال هنايا اللي غديري فيها لا غير، ياك كتجي للجهه الاخرى هنايا. دابا هاي الخياطه غتجي هنا هنا بالضبط، وغتحطي فيها هذه الوسط ديال هلاك. تحطها بهذه الطريقه الوسط ديالكم وغتخيطي هنايا. شدها بفنيته باش ما تبقاش تدور لك ولا تجيك عوجه ولا شي حاجه. شدها بفنيته، انا نحس ملفه كنخدم بنفس طريقة. بنات سمحوا لي يلاه انتبهت في واحد القضيه، قلت لكم غتجيو هنا ماشي غتخيطوا في الوجه، غتخيطوا في الداخل ديالكم. ها انتم هنايا البلاصه اللي مخيطه، هنا الجهه الاخرى. دابا هذا هو الوجه ديالكم، هاد الجهه اللي مخيطه، هاد الجهه الاخرى غتحطوها هنا ولكن من الداخل ديالكم، من الداخل ديالكم غتقلبوا. عاوتاني كون دابا مبغيتش نتلفكم داكشي اش متبع معكم بهاد مرحله بمرحله، غتجي هنايا الوسط وتقلبي الكم ديالك بحال هكا، وغتحطي الرابط بحال هكا صافي وغتخيطيه. دابا الاولى غنقلب لكم كلشي حاجه بلا انتبه لراسي الغلط اللي درت وعاود صححت. المهم انتما كيفاش غنخيط الرابط، انتما غتفهموني دابا. صافي درت على غيرهم، بنات من تخيطات الرابط هانتوما كتجي بحال هكا. ملي كطوي الكم ديالك كتجي بحال هاد الشكل، هاي هو الكم. انا نقلب بحال هكا السبوره معنكشه، هاي الرابه مخيطه من الداخل ديال الكم باش كتجي بحال هكا. باش كديري هاديك الصيفه هكا ديكور كتجي مفيكسي هنايا. صافي هاد الفينيسيون ديال الكم هاي خدمتها معاكم مزيان، شتو كيجي مفيني كيجي زوين. صافي دابا بقى لي غنخدم معاكم غير الكور. البنات دابا الكول تابعو معايا مزيان كيفاش كنخيطوه. الكول شوميزي هذاك اللي كيكون الفوق، هذا اللي كيكون هكا متلت ما كنسورجيهوش نهائيا. علاش؟ انا نوريكم علاش، حيت ما غاديش ما غايجيناش في الفينيسيون التحتانيه بلا ما تسورجيه، حيت كامل غادي يجي من داخل الخياطه ديالو ما كاينلاش نسورجيه. المهم غنخيطوه بهذه الطريقه، غنحطوا الوجه على الوجه.
غنخليو هاد الجهه محلوله التحسانيه وغنخيطو هكا وهكا كما كنخيطو الكول عادي. نديرو لا غيطمون وغندوروه كامل بالخياط. لازم يدورناه بالخياطة كنقطعو الجناب كاملين باش ميبقاش لنا داك الطروف ديال الثوب زايدين وكنقلبو المهم غادي نقطع غير القناط باش تقطعو كامل تقدرو تقطعو كامل نحاول نزرب خصني نمشي. المهم هانتوما انا خيطتو كامل قطعت غير هاد القناط اللي فيهم الطروفة ديال الثوب بزاف باش ميجونيش مع الكشين وغنقلب الكول ديالي. ها هو غنقلبو هرجو دوك البنات انا كنخرج في الكونت بهاد البانس كتخدمي باي حاجه كاينه حداك كتخدمي بها. دابا شنو غادي ندير تبعي معايا مزيان غدوريه كامل بالخياطه حتى من هنا حتى من هنا غتخيطي غير تبعي معايا شوفي الطريقه ديالي كيفاش كتش دابا غنمشيو للمرحله المهمه. انا خيطت الكول فوقاني فينيتو مزيان فينيت القنيتات ديالو ها نتوما. دابا هذاك الكول اوفيسي هذا اللي مات ها نتوما غتلاحظوا انني مسورجي غير الجهه التحتانيه. صونا ليا التليفون داكشي اش قطعت. المهم البنات غتلاحظوا انني مسورجي غير الجهه التحتانيه وهاد الجهه اللي دايره ما مسورجيهاش. غتشدي جهه واحده من هذوك من هاد الطروفه بجوجهم ديال الكول اوفيسي جهه واحده ها هي غتخيطي غتفيني ليها التحتاني ديالها غتخيطي سنتيم غدوري سنتيم بحال هكا وغتخيطي كتجيش باينه لا سورجي لا حاجه كيجي الكول بيني ماضي البنات هانتوما. كتجي تاخدي الطرف الاخر اللي ما تنيتيش ليه هذيك التنيه كتحطيه على وجهه بحال هكا تبدو معايا مزيان ما عرفتش غيكون واضح. غتحطي على وجه هذا هو الوجه ديال الثوب غتجيبي هذاك الكول اللي خيطناه هذا غتحطيه هكا غتحطيه هذيك البلاصه اللي دايره غتحطي فوق منها الكول بحال هكا كتخلي هاد الجنيبات اللي خارجين هادوك التقويره اللي دايره هي اللي خارجه من جوج جوي يكونوا قد قد. بغيتي تشدي بسميتها كتشدي ما بغيتيش كتخدمي بحال هكا. انا كنخدم ديما بحال هكا غنخيط غير تبي معايا حتى الاخر وغتفهميني
غتجيبي دابا هذاك الطرف اللي فينيتي وغتحطيه من الفوق. دابا هاد الوسطاني هاد الكول شميزي كيجي وسطهم، فهمتوني دابا كيفاش؟ صافي غتحطيه بحال هكا، غتدوري بالخياطه بحال هكا. بس هاد الطريقة ديما غيبقى يجيك الكول في قاد. ما نقطعش حتى نقلب معكم الكول. واش فهمتوا دابا الناس؟ هذا كيبقى الوسط، ها نتوما كتشوفوا غنقلب. كتبت معكم كلشي من الاول حتى الاخر، غنقلب. شوفوا لي الكول كيفاش كيجي فينا البنات. البنات اللي كان عندكم مصلوح غتحتاجوه راه يبيني معاكم، غادي تسرحيه بالمصلوح غادي يجيك مزيان. صافي هذا هو الكول. ها نتوما البنات ملي كتمونطي البياسه ديالك كامله كتحطي الكول تحتاني على التقويره وكتخيطي وكتدخلي كلشي وكتفيني بهذيك الفينيسيون اللي كنا درنا في الاول. هذاك السنتيم اللي خيطناه كتحطي بحال هكا وكتخيطي. صافي البنات كنظن انه واضح، نتمنى يكون عند حسن الظن، كنحاول نزرب فات عليا الحال. صافي البنات جينا فينا ديال الفيديو، ما نوصيكمش على البارطاج ديال لا فيديو ولا جيم. السلام عليكم، تنوري الفيديو الجاي.